اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الفقره الحواريه الثالثه من الاهلي الليله. اكيد طبعا هي يعني فقره خاصه بالكره العالميه، لكن كره عالميه هتكون فقره حواريه مع واحد من نجوم مصر المميز جدا في قطاع الناشئين، وخرج اجيال يعني نادي المقاولين ولمنتخب مصر، وكمان واحد من مكتشفي محمد صلاح اللي بيشرفني وبينورني، الكابتن ريعو رئيس قطاع الناشئين في نادي المقاولين العرب. كابتن ريعو ازي حضرتك؟ اهلا بيك، شرفنا يا كابتن. الله يخليك، شرف ليا. وحشنا طبعا معك. واحنا بنتشرف ان حضرتك تكون موجود معانا، وهنبدا طبعا ان احنا نبارك لنجمنا المصري محمد صلاح لليوم الثاني على التوالي بيحصد جايزه اخرى، وجائزة الابداع الرياضي من طبعا سمو الشيخ محمد الراشد. طيب طبعا محمد صلاح يبقى الكابتن ريعو، يبقى نادي المقاولين العرب اللي ليه فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في اللي بيحصل واللي بيتحقق لمحمد صلاح. لكن محمد صلاح يا كابتن اكيد عقليه مختلفه، واكيد حضرتك كنت لامس عقليته لما كان موجود تحت ايد حضرتك في قطاع الناشئين. بسم الله الرحمن الرحيم. اصل محمد صلاح الحقيقه احنا بنهني مصر وبنهني نفسنا الاول طبعا. على الله يخليك. انا لعبت دوري الطبيعي اللي بقدمه لنادي المقاولين العرب وبقدمه لمصر في الاخر، لانه الحمد لله محمد صلاح دلوقتي اصبح ايقونه مصريه يعني، ولا بد من يعني تعمل في سبيله كل حاجه عشان نقدر نستغل فتره نضجه الموجود ده دلوقتي وهج تالقه، ان مصر تستفيد ازاي من كابتن محمد صلاح. طبعا انا عايز بس اقول مره عندنا هنا في قناه الاهلي القصه الحقيقيه لمحمد صلاح، لانه عارف حضرتك النجاح بيبقى له تملي للاسف الشديد ألف صاحب طبعا، انما الهزيمه طبعا بتروح تملي برضه على المدير الفني او المدرب او الكلام ده كله. انا كنت موجود في الفتره من 2004 ل 2008 مدير قطاع الناشئين، قبليها كنت ماسك مدير قطاع الكره في المقاولين العرب، الفريق كبير بقى سنه 85، الفريق بقى العظيم بقى بيل انطوان وعبد الرزاق وسعيد الشيشيني وجمال سالم وزمزم وناصر محمد علي وعبوده ونبيل ابراهيم وخالد عصمت وكل الناس، انت حضرتك نبيل عمار نجوم يا كابتن. نعم نجوم طبعا، نجوم اساطير الحقيقه طبعا، محمد رضوان مجموعه كبيره جدا يعني الحقيقه. فده الكلام ده كان سنه 85، والفتره الخصبه بقى اللي بقول لحضرتك عليها كانت من 2004 ل 2008 اللي هي طبعا كان فيها حقبه محمد صلاح والنني والمجموعه يعني. الحقبه الاخرانيه الثالثه، ولا كان ليها الشرف طبعا بعد التشريف بهذا المركز اللي من ست اشهر فاتوا ارجع بقى قطاع الناشئين ثاني طبعا. قصه محمد صلاح الحقيقيه اللي ما لهاش ثاني، ومحدش يقدر، انا يمكن قدام حضرتك يمكن بس مستند، لان كان كل شغلنا بالمستندات، احنا ما عندناش شغل كده يبقى شفوي او حاجه حتى لغايه دلوقتي. احنا نتمني كل شغلنا بندمج الخبره العمليه بالخبره العلميه، ولذلك كل يعني في كل التشكيل بيبقى لازم لا مستشار علمي للقطاع او مستشار او نائب رئيس القطاع للتخطيط والاداره او مسؤول الطب الرياضي، مسؤول تخطيط الاحمال، الكلام ده كله معنا نخبه مميزه جدا من مدربينا يعني العظام الفنيين اللي موجودين في القطاع ككل. فقصة محمد صلاح أنا بعد ما جيت كنا بنعمل تملي بتاع يعني بنعمل حاجات غير تقليدية طبعا، عشان عايزين نعمل تطوير للقطاع، فلازم برضو تدور على حلول غير تقليدية للناس كلها ماشية. فطبعا كان ابتدت موضوع الأكاديميات يعني الحاجات اللي ما كانش على أسس سليمة، وأغلبها كان ناس بتفتح أكاديمية عشان يعني مش الاساس نمره واحد يطلع منه لعيبه تفيد النادي او تفيد المنتخب بعد كده. احنا بقى عملت ديل مع في فتره وجود المهندس محمد ابراهيم محلب والمهندس محمد عادل فتحي ومجلس الاداره الموقر في الوقت ده، كان عملنا قلت لهم هنعمل مشروع احنا نصرف عليه بالكامل بقى، ما ناخدش اشتراكات ولا يعني نخلي الناس يعني تتحمل مشقة أي حاجة. تمام. فاتفقت عملت مشروع اسمه اكتشاف ورعاية الموهوبين، وخدت عليه موافقة مجلس الإدارة في وجود المهندس إبراهيم محلب والمهندس محمد عادل فتحي وأعضاء المجلس كلهم. عملت واحد في الوجه البحري بيشمل محافظات المنوفية، الوجه البحري المنوفية والغربية والمنصورة ومقره في طنطا، لأن احنا عندنا فرع
في طنطا اسمه عصمصون طنطا يعني المقر ده. كل انت عارف مقاولين العرب ليها في كل محافظات مصر طبعًا فروع يعني طبعا. والجزء الثاني كان شمال الصعيد كان في المنيا وكان في اسيوط. بتاع شمال وجه بحري او وسط وجه بحري اللي هو عصمصون طنطا ده قلنا عملنا ديل مع الفرع نفسه بتاع الشركه ان كل حاجه هنعملها احنا في 50% لينا احنا نادي الام طبعا جوه وفي 50% بقى لما بيجيبوا لنا اللعيبه ويصرفوا عليهم لانه احنا اللي بنصرف البدلات وكنا بنصرف التغذيه وبنصرف الملابس كل حاجه كامله بدون محمل القطاع بتاع الام اللي احنا في المقاولين العرب جوه في القاهره اي تكلفه الفرع بيصرف وبعامل الديل اللي معاهم دول تمام. فصاحب النجاح الحقيقي في محمد صلاح هو ثلاثي لا يتغير يعني كان نادي المقاولين العرب ده اساسا بما فيه الفرع بتاع عصمصون طنطا ومشروع كان فيه دوري بتاع المدارس وما زال بقى لنا 15 سنه لجنه الخبراء في هذا المشروع. دي صوره محمد صلاح طبعا في دي لما جه ودخل وشفنا طبعا كل مميزاته وموهبته كراجل تالنت يعني اول ما حطيناه فريق اسمه فريق الامل اللي احنا بنعمل مشروع تاني زيه كمان مؤقت. محمد صلاح كابتن ريعه هو اللي عليه السهم الساده المشاهدين ده فريق المقاولين العرب ده مواليد 92 طبعا. وكان ساعتها تحت 13 سنه طبعا فده محمد صلاح اللي السهم الابيض عليه وده بياكد الكابتن كلامنا الكابتن ريعه. طيب استاذن حضرتك يا كابتن هنروح ل طيب خلاص كان معانا مداخله تليفونيه هنرجع ليها تاني لكن كابتن ريعه عايز اخد حضرتك ونكمل سيناريو اكتشاف محمد صلاح او المشروع اللي حضرتك طبعا ده كان مشروع زي ما حضرتك قلت كان في طنطا وكان ليه ابعاد وكان ليه اتفاقات وبالتالي هل بقى حضرتك محمد صلاح ازاي بقى لقطوه ازاي حصل ان هو جه نادي المقاولين ما هو نادي هو نادي المقاولين طبعا زي ما بقول لحضرتك هو ثلاثي نادي المقاولين ودوري بيبسي دوري بتاع المدارس اللي كان بيتعمل وبقاله 15 سنه على فكره الدوري ده ما زال مستمر طبعا طبعا ولجنه خبراء الاساسيه اللي في المشروع ده طبعا هو طبعا ثلاثي في المشروع ده ده في عندك وزاره التربيه والتعليم ده اهم طبعًا حاجه طبعا ونمره اثنين خرج نجوم الدوري المدارس ما خرجش محمد صلاح خرج نجوم خرج كل دوري طبعًا كلهم خرج نجوم لعيبه كره قدم 12 من منتخب مصر طبعا كانوا بيلعبوا في المونديال اللي فات طبعا خريجين برضو دي حقيقه وطبعا كان مهم جدا في القطاع مع وزاره التربيه والتعليم اللجنه بقى المنظمه الدينامو اللي في المشروع كله الاستاذ محمد طويله طبعا في واحنا الضلع الثالث بتاعه اللي كان اهم حاجه في الموضوع برضو مع الاستاذ محمد طويله ومع وزاره التربيه والتعليم خبراء اتحاد الكوره طبعا لجنه الخبراء دي بيرأسها وما زال حتى الان ربنا يديله الصحه وطوله العمر دكتور طه الطوخي وانا نائب رئيس اللجنه ومعانا طبعا كوكبه كانت بقى لنا 15 سنه على التوالي موجود معانا كان الله يرحمه الكابتن صفوت عبد الحليم وموجود معانا مصطفى رياض وموجود معانا جمال عبد العظيم وابراهيم عبد الصمد كابتن سطوحي يعني مجموعه متالقه جدا وما زال هذا المشروع مستمر حتى الان بين اللي خرجوا دول كلهم. فانا لما ده كان محمد صلاح لعب في دوري المدارس وخد شهاده اللي احنا بنمضي عليها بتاعت الامتياز والكلام ده كله. طيب وجاني نادي المقاولين العرب بعد استاذنك يا كابتن ريعه نروح للاستاذ طارق قنديل على التليفون عضو مجلس اداره النادي الاهلي محمد صلاح وبنتكلم على المشروع اللي حضرتك بداته وكان ليه الفضل في وجود محمد صلاح هم ثلاثة لكن ازاي بقى محمد صلاح لفت الانظار وازاي بداته ان هو تهتم بيه والقصه بقى الكامله اللي محدش يعرفها غير كابتن ريعه. ما بقول لحضرتك عشان باختصار شديد برضه لان احنا مش هننسى طبعا التهاني طبعا والتبريكات اصلا حصلت امبارح وهتحصل ان شاء الله في 2019 عشان يبقى ليه السبق العام الثالث على التوالي ان شاء الله يفوز بجائزه افضل لاعب ان شاء الله في افريقيا ويحقق كل امنياته لمصر وليفربول كمان السنه دي ان شاء الله. باختصار شديد انا في زياراتي الميدانيه لطنطا وعصمصون طنطا طلبت من الاخ مصطفى اوراني المدرب واللي كان موجود في طنطا مدرب للمشروع ومعاه كابتن علاء عكاشه المدير الاداري وكابتن طارق السياجي مدير الفني للمنطقه هناك
قلت له انا عايز طبعا حد بقى يكون بقى متميز من الناس المتميزين. فطلبني بقى في يوم من الايام قال لي انا لقيت لك الفاكهه اللي انت طالبها. فرحت في زياره لقيت بقى طبعا محمد صلاح ووالده موجود، نقلناه على طول للنادي الام الموجود، وبعد كده مكاني بقى لما شفنا الـ 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 الاحوال بتاعت محمد صلاح كموهوب ومميزاته ودمست خلقه وسرعته وتكيفه مع الاداء كله، رغم كان بيعاني كتير جدا جدا من موضوع الوصول للنادي عشان يستمر في تدريبه. دورنا الاساسي تعمل عشان نوفر له كل الامكانيات انه يبقى مستمر في النادي، وبدل ما كان بياخد 5-6 مواصلات قعد نفس استراحه النادي، وابتدى شق طريقه ودخل عليه بقى مستمر دور كل واحد. اول واحد دربه اسمه كابتن عبد الفتاح عباس، وبعدين كابتن حسام عبد العزيز، وبعدين كابتن حمدي نوح، وبعدين كابتن سعيد الشيني. انما اول واحد بعد الاكتشاف اللي احنا جبناه، اول واحد ليه الفضل انه لعبه للدرجه في الدرجه الاولى الكابتن محمد رضوان. ثم شق طريقه بعد كده بقى المنتخبات الوطنيه واحد ورا واحد، من اول كابتن ضياء لغايه مهاني رمزي لكابتن ربيع لكابتن مصطفى يونس، لغايه ما شق طبعا طريقه كابتن ضياء السيد، واحد برضه من المدربين اللي كان ليهم فضل على محمد صلاح. بس كل دول ليهم دور طبعا، اهم كل اهم كل الادوار هو جه ازاي زي ما حضرتك عارف، ووفقت احواله ازاي ورتبت له كل الترتيبات ازاي، ومين لعبه اول واحد في الدرجه الاولى الكابتن محمد رضوان له السبق الحقيقه وله الفضل. وطبعا لعب بقى الدور الكبير والرئيسي بعد عصر المهندس محمد عادل المهندس شريف حبيب في موضوع الاحتراف الحقيقه. نفس الكلام ده منطبق على فكره دلوقتي جاي ايقونه جديده، طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر كل المواصفات، كل ده مست الخلق وكل التعليم وكل الحلم والهدف اللي عايز يحققه وبيصر عليه انه حتى كمان ان شاء الله هيبقى طاهر محمد طاهر. طبعا دخل جالي النادي برضه وهو عنده 9 سنين وسافرنا معاه، سافرت معاه فرنسا سنه 2008 لما كان سنه تحت 12 سنة مزبوط. فطبعا الناس كلها كتير، ويعني دي قصة بالظبط محمد صلاح ومين تتلمذ على ايديه. طبعا محمد صلاح لما جه عملنا فريق الامل، وكان يمكن شفت الصورة اللي كان عليها السهم دي دلوقتي، وكان واسندت تدريب فرقة الامل دي للكابتن حمدي نوح في هذا الوقت 2005 2006 و7 يعني ان شاء الله. كابتن يعني ايه اللي حضرتك بتطلبه او ايه اللي حضرتك شايف انه لازم يكون في الناشئ غير الموهبة؟ ممكن يكون لاعب موهوب لكن بيفتقد الى بعض السمات وبعض الصفات الشخصيه اللي ممكن تفرق معاه في مشواره الكروي سواء هيلعب داخل مصر او هيحترف. احنا نشوف يعني الناشئين دول اللي هم يعني مش ممكن اي حد من الناشئين اللي بيلعبوا دول دلوقتي هيلعبوا كلهم كوره في الاخر، هيوصلوا كوره. يعني لو وصل 1 أو 2% من الالاف المؤلفه اللي بيجي لنا مثلا في الاختبارات 12-15 ألف يعني مختبر يعني. ف اهم حاجه في قطاع الناشئين ان لازم بيشتغل بقى الاسلوب العلمي مع الاسلوب مع الخبره العمليه. فده احنا على طول النادي المقاولين العرب ده منظومه كبيره بالنسبه للاداره او بالنسبه للاجهزه الفنيه او الاداريه او الجهاز الطبي والعماله الموجوده، وخرج لعيبه كتير طبعا زي ما حضرتك عارف طبعا. فاحنا حتى مشروع الامل اللي كنا عاملينه مع محمد صلاح ده بنعمله ان شاء الله بكوره عملنا السنه دي، في حاجات كتيره عشان تطلع الناشئ على اسس يعني تربويه يقدر يطلع بالزبط. من هو 8-9 سنين المرحله الاساسيه لغايه 12-13 سنه ياخد كل الكلام ده كله. فاحنا اهم حاجه طبعا بنعمل له الكشف الطبي والاختبارات والتحاليل والقياسات، واحنا طبعا بنعمل حاجتين مهمين جدا جدا السنه دي في قطاع الناشئين برضه عشان نطور العمل في القطاع، بخصوص هنفتتح يمكن 26 يناير الحالي ده ان شاء الله اكبر مركز تخصصي، مركز تاهيل للناشئين، في اختبارات جينيه وفي القياسات الفسيولوجيه، وهنعمل مع القياسات دي كمان بنعمل مشاريع كتيره ان شاء الله عشان توصل اللعيب ان شاء الله للمرحله بتاع الدرجه الاولى اللي احنا عايزينها توصل ان شاء الله بعد كده للفريق الاول. في لعيبه كابتن ريع ممكن يهملوا التعليم على حساب كره القدم، لكن حضرتك قلت كلمه مهمه جدا، قلت ان التعليم والعقليه بتساعد لعيب كره القدم ان هو يوصل لمدى بعيد جدا. تقول ايه للاعيبي كره القدم من الشباب الصغير او الناشئين الصغيره اللي بيهملوا
في التعليم وشايفينه حاجه مش مهمه، مع انه هو من ضمن الاساس اللي بيبقى في شخصيه لاعب كره القدم ومن ضمن عقليته الاحترافيه. احنا طبعا احنا اهم حاجه احنا بنربي ونعلم على فكره طبعا يعني احنا عشان كده عايز حضرتك كلمه ونعلم. بقى كلمه للشباب الصغير. فالشباب الصغير طبعا يعني اهم حاجه بيلتزم بتعليمات المدرب، وزي ما بقول لحضرتك احنا هنفتتح اكبر مركز تاهيل اهو، وهنفتتح مع مركز تاهيل عاملين 45 لعيب كمان. احنا عندنا والحمد لله يعني اكاديميه فيها اكاديميات الداخليه بتاعتنا عندنا 722 لاعب، وده يمكن اكبر رقم موجود في على مستوى مصر كلها. بنعمل معاها كل حاجه، وعندنا 25 اكاديميه خارجيه على مستوى المحافظات كلها. بنعمل دلوقتي كمان مع مركز تاهيل ده كمان بنعمل مشروع الامل من جديد، 45 لاعب هيجرى عليهم كل حاجه خاصه عشان توصلهم للمستويات اللي احنا عايزينها. انما برضه مطلوب من لعيبه ومطلوبه من مطلوب من اولياء الامور انه يلتزموا معانا ويتعاونوا معانا، واحنا التعاون مستمر. واسم نادي المقاولين العرب حتى في وجود دلوقتي محمد صلاح، غير الاساطير الكبيره اللي كانت النجوم الكبيره طبعا القديمه، انما في وجود محمد صلاح والنني واللعيبه اللي وصلت للاحتراف، نادي المقاولين العرب واخد اسم كبير جدا على الساحه المصريه والعربيه والافريقيه، زي ما شفنا حتى امبارح كان الشكل الحفل كان عامل ازاي. يعني يا كابتن ممكن نقول ان الظروف اللي موجوده حاليا اتت بثمار الفترات السابقه لحضرتك وكل الناس اللي موجوده اللي اشتغل وتعبوا ووصلوا للنتيجه، لكن ما كانش في احتراف. لكن في الوقت والعصر اللي بدا فيه الاحتراف، محمد النني وصلاح هم نتاج جيد لقطاع الناشئين في نادي المقاولين العرب. وزي ما حضرتك قلت الفتره اللي جايه ممكن يكون في يعني كذا تجربه زي تجربه صلاح والنني في اوروبا ايضا من خلال نادي المقاولين العرب. صدقني والله انا ال 45 بقول لحضرتك عليهم دول مشروع الامل دول، مش انا طبعا عاصرت محمد صلاح والنني وعارف قصته كامله طبعا، غير الكتير اللي لعبوا في الفريق الاول يعني. في ال 45 الموجودين دول ناس اكتر من محمد صلاح، وممكن يكملوا التجربه ويوصلوا ان شاء الله. بس اهم حاجه يبقى يكون كل واحد عنده حلمه، وعند محمد صلاح كان الاصرار هو اللي وصله، الحلم بتاعه هو اللي وصله، الهدف بتاعه هو اللي وصله. صح. رغم معاناه السفر ورغم التعليم اللي كان عادي جدا. صح. محمد صلاح شايف حضرتك بروتوكول في كل حاجه. صح. في اللغه، في التعامل، في التواضع، في يعني امبارح بيهدي البطوله كلها لمصر. يعني ربنا يحميه كده، وان شاء الله نفرح بيه دايما وفي كل وقت ان شاء الله. اخر مره كان موجود في مصر كان في زياره لنادي المقاولين العرب. اه بس كان في كان زياره كان نادي كانت فرقه 2003 راح مسافره اليونان. وراح اتسحر الحقيقه مع العماله اللي كانت والناس اللي كانوا موجودين بالليل. كان في رمضان. وطبعا نزل من المطار وجه على النادي على طول، بس طبعا انا للاسف ما كنتش ما حدش فيكم لحقه خالص. لا خالص، ده هو جه ومشي على طول. والطياره كان الناس الفرقه بتاعت 2003 هتطلع على اليونان الفجر على طول بعد السحور على طول. محمد صلاح كابتن ريعه مع طبعا سمو الشيخ محمد بن راشد، وده تسلمه لجائزه الابداع الرياضي العام 2018. يعني اكيد حضرتك فخور بابنك لما يكون موجود وسط الانجازات دي كلها. لا طبعا فخور بحاجتين، فخور بالانجاز اللي عمله محمد صلاح واللي هيعمله في فتره النضج الموجود فيها ان شاء الله دي كله، ومبسوط جدا كمان برضه بالجائزه دي لانها تجربه كبيره جدا كان في دوله الامارات. ويعني طبعا الشيخ سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بجائزه الابداع الرياضي دي، ده هو طبعا مش في جائزه الابداع الرياضي بس، هو أيادي بيضاء الشيخ محمد بن راشد المكتوم لجوائز ثانيه كتير جدا في طبعا الادب وفي الثقافه عموما وفي الرياضه. فطبعا انا سعيد ان كمان الجائزه في دبي اللي قضيت فيها فتره من احسن فترات التدريبيه والاقامه في دوله الامارات. طيب هخرج من ملف محمد صلاح عشان الوقت بيجري مع حضرتك بسرعه جدا، انا عايز اروح معاك للنادي الاهلي وعايز اعرف راي حضرتك في الفتره الحاليه للنادي الاهلي، وكمان النادي الاهلي عنده بيستعد لمباراه افريقيا امام فيتا كلوب. تقييمك لفتره الاهلي السابقه والحاليه وايضا استعداده لمباراه يوم الجمعه مع فيتا كلوب. بص النادي الاهلي على فكره ما عندوش، النادي الاهلي نادي القاره ونادي البطولات، مش هنقعد نعيد اللي بيتقال ده كله. ده كلام كبير يا كابتن حضرتك والله يعني. لا ما انا ابني النادي الاهلي من سنه 54 يا عمر.
صح يعني وتتلمس لغايه لغايه الفريق الاول وكابتن قيمك يعني قيمه كبيره جدا يا كابتن يعني. فطبعا احنا عارفين حضرتك كنت لاعب في النادي الاهلي ويعني من الجيل بقى الجيل الذهبي الذهبي فعلا الايام ما كانت الكوره كنت انتوا بتلعبوا علشان الكوره فقط لا غير. الحمد لله الحمد لله عصر الهوايه بقى كاملنا زي ما انت عارف. طب فالنادي الاهلي ما عندوش مشكله في في لا عنده مش احنا بس يعني الاداره كلها تتكاتف كده مع كابتن محمود الخطيب يبقى كلنا على قلب رجل واحد اولا. نمره اتنين بس التعود الفانيلا روح الفانيلا الحمراء. النادي الاهلي بيكسب يعني باكثر من 50% بروح الفانيلا الحمراء والجماهير. صح. فالناس الجماهير تتحمل شويه والنادي الاهلي ان شاء الله. بس انا مش انا مش ما عنديش تحفظات انا متخوف من حاجه معينه بس اللي هي موجوده الكم الهائل في الصفقات الشتويه دي كلها لان النادي الاهلي لا ينقص لعيبه ولا ينقص جهاز فني. احنا كابتن واخدين عينك يا كابتن النهارده احمد محمود اهو اصابه في طب انا بقول لحضرتك انا بقول لك لا ما ينقصوش لعيبه ولا جهاز فني طبعا. انا بس نبحث شويه في موضوع كثره الاصابات كان في مع نادي سموحه شويه جاله سوء حظ انما النادي الاهلي كم من اصابات كبير جدا فعايز بس ايه دراسه موضوع الاصابات ده موجود وترجع الروح تاني ان شاء الله ونبقى النادي الاهلي برضو في موضوع الصفقات دي احنا عايزين ايه بالظبط. طول عمر النادي الاهلي بيدور على اللي عايزه بالظبط لان دلوقتي بقى في كم هائل جدا في مراكز كتير الباك ليفت ولا وسط الملعب ولا حتى المهاجمين الجدد دلوقتي اللي موجودين. فطبعا انا خايف التاثير بس مع الارقام الفلكيه الموجوده دي يعني الدنيا بس تبقى فيها شويه يعني ضبابيه انما النادي الاهلي بالعكس الاداره يبقى كلها على قلب رجل واحد الجماهير تتحمل شويه وتبقى ورا النادي الاهلي لانه حتى دلوقتي انت شايف النتائج كلها ما حدش يقدر يقول مين هياخد البطوله لغايه دلوقتي رغم المؤشرات موجوده ناس قاعده تقول الزمالك والبيراميدز والاهلي والكلام ده كله انما صدقني لو النادي الاهلي كان بيبقى بينه وبين الانديه الموجوده المتنافسه 12 نقطه و15 نقطه و18 نقطه كمان وبيرجع برده وهيرجع ان شاء الله النادي الاهلي اكثر قوه واكثر يعني تتويجا بالبطولات كما عود جماهير مصر كلها والدول العربيه ان شاء الله. كابتن ريعه شرفتني ونورتني وانا يعني سعدت جدا باللقاء اللي كنت موجود فيه مع حضرتك. ان شاء الله اكون موجود معانا في حلقات جايه كتيره ان شاء الله. بيتك وقناتك وحضرتك مش غريب على قناه الاهلي ولا على النادي الاهلي. الف الف شكرا انا سعيد كنت معاك النهارده يا عمر حقيقه وان شاء الله تكرر لقاءات ان شاء الله. ان شاء الله. كنا مع حضراتكم والفقره الحواريه الثالثه من الاهلي الليله مع واحد من نجوم كره القدم وايضا في قطاع الناشئين في مصر الكابتن ريعه رئيس قطاع الناشئين في نادي المقاولين العرب. نشوفكم ان شاء الله بكره على الف مليون خير. تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.